كيف حالكم يا أصحابي؟ النهاردة هناخد درس جميل اسمه المقاطع الصوتية. درس المقاطع الصوتية ده بيعلمنا ازاي نقطع الكلمة على حسب نطقنا بيها صوتيا. طيب يلا نبدأ ونشوف. بقطع الكلمات مقاطع صوتية ازاي؟ المقاطع الصوتية. طيب احنا طبعا عارفين الحركات الفتحة والكسرة والضمة. طيب المقاطع الصوتية اول حاجة عشان اقطع اي كلمة ببص على التشكيل اللي موجود عليها وبحدد الحرف المتحرك ده بيكون في مقطع لوحده، وبحدد المد والممدود بيكون في مقطع لوحده، والساكن مع الحرف اللي بيكون قبله ده مقطع. طب نطبق الكلام دوت ازاي يا حلوين؟ في الصورة المعروضة قدامنا معانا ثلاث كلمات. اول كلمة كلمة كتبة، وكلمة رأس، وكلمة حصان. طيب كلمة كتبة، تعالوا نلاحظ الحركات اللي موجودة على كل حرف. الكاف عليها فتحة والتاء عليها فتحة والباء عليها فتحة. طيب احنا قلنا هنحدد عشان نقطع مقاطع صوتية بحط الحرف المتحرك في مقطع لوحده والساكن مع اللي قبله في مقطع لوحده والمد والممدود في مقطع. طيب كلمة كتبة هل فيها اي حروف ساكنة؟ لا، كلها متحركة. فوفقا للقاعدة اللي بنقطع بيها المقاطع الصوتية هنقول الكاف لوحدها، نقول كا، بعد كده التاء لوحدها تا، والباء لوحدها با، كتبا. طيب نيجي لكلمة رأس. رأس، طيب نلاحظ ايه هنا هوت في كلمة رأس؟ اول حاجة حرف الراء معايا متحرك. طيب عشان احدد الحرف دوت هيكون معاه حاجة في المقطع بتاعه ولا لأ ببص على الحرف اللي بعده. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان حرف الالف هنا حرف ساكن، فكده عندي الحرفين دول هيبقوا في مقطع لوحده عشان القاعدة بتقول ايه؟ الساكن مع المتحرك اللي قبله، والسين هتكون لوحدها. فهنطق الكلمة هقول رأس رأس. طيب اخر كلمة كلمة حصان. ماذا نلاحظ؟ حرف الحاء مكسور والصاد عليه حركة فتحة. ايه ده؟ يعني مش هينفع نحطهم مع بعض؟ او احنا بنحط المقطع الحرفين في مقطع واحد لما يكون ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك، فبكده حرف الحاء هيكون في مقطع لوحده. طيب الصاد لازم ابص على الحرف اللي بعدها عشان اشوفها هتكون معاها حد في المقطع ولا لا. طيب ص، ايه ده؟ ده مد بالالف، يبقى هنا المد والممدود هيكون في مقطع لوحده و النون لوحدها. حصان. قدامنا هنا ثلاث كلمات، كلمة قال وريشة ولون. أول كلمة كلمة قال، نقول الأغنية بقى اللي بنقطع بيها. هنقطع كل صدفة مقطع الحرف المتحرك لوحده والساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. طيب يلا فكرتكم بالأغنية، كله طبعا لازم يكون حافظها عشان يعرف يحل. كلمة قال بتبدأ بمقطع مد مع ممدود، فهنقول القاء، القاف مع الألف لوحدها واللام لوحدها. كلمة ريشة برضو بتبدأ بمد وممدود، الراء والشين، الراء والياء مع بعض والشين لوحدها والتاء المربوطة لوحدها. وكلمة لون، لون اللام والواو مع بعض والنون لوحدها، اللام والواو مقطع ساكن مع متحرك والنون حرف لوحده. كلمة بدأ، بدأ لوحدها، الباء لوحدها، الدال لوحدها، الألف لوحدها.
يبقى كده حلينا اكتر من مثال على المقاطع الصوتية. فهنراجع تاني ونقول لازم نحفظ الأغنية بتاعت حل المقاطع الصوتية، وان المقاطع الصوتية انا بحلها ازاي على حسب نطقي للكلمة، بقطعها صوتيا. المقطع الواحد بيكون في حرف متحرك او مد مع ممدود او ساكن مع متحرك. وبكده نكون خلصنا حصة النهاردة، واشوفكم في حلقة تانية.